ختاما اليوم صحيح البخاري الى في الكلام على المسح على الخفين، كما قلنا قال المصنف كتاب الوضوء باب المسح على الخفين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبلة أبو عبد الرحمن الأزدي عبدان نقل الأحباب في الثقات ووثقه ابن حمدوية قال رأيته يغضب وهو ثقة مأمون. قال أخبرنا عبد الله هنا عبد الله بن المبارك الرجل المبارك الثقة السبت الأمين العالم المحدث الفقيه المجاهد مبارك عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا الأوزاعي أعلم أهل الشام وأفقه أهل الشام، بركة الشام تراها متجلية في الأوزاعي. قال عن يحيى، ويحيى هنا واحد من أبي كثير الذي روى عنه مسلم أنه قال لا ينال العلم براحة الجسد من خيار التابعين. قال عن أبي سلمة، ونشوف هنا تابعي يروى عن التابعي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، يعني ثلاثة تابعيون يروى بعضهم عن بعض أو أربعة يروى بعضهم عن بعض، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف في قول أنه من الفقهاء السبعة وهو كان دينا عابدا. قال عن جعفر بن عمرو، جعفر بن عمرو بن أمية بن إياس الضمري بكر بن حمام في الثقات، وقال العجي تابعي ثقة كبير، وقال الوقدي كان ثقة وله أحاديث، فهو ثقة. عن أبوه عمرو بن أمية الضمري من الصحابة الكرام قال رأيت النبي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته أو على عمامته قال وخفيه. وتبعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة أو ابن راشد عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة به عن عمرو. نعم، يعني بلا واسطة، يعني أبو سلمة له شيخان جعفر ابن عمرو وعن عمرو مباشرة، وهذه من لطائف الإسناد أيضا، ومن لطائف الإسناد كما قلنا ثلاثة أو أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. هذا ختام للكلام على مسألة المسح على الخفين. قال مسح على عمامته وخفيه، والمسح على العمامة، قال مسح على عمامته وخفيه، وهكذا رواه الإمام الأوزعي، وبعض الرواة أسقط عنه جعفر من الإسناد جعفر بن عمرو وهو خطأ. إذا قولنا في مسألة له شيخان فيها نظر، لأن أبا حاتم قال هو خطأ، الصحيح إدخال الواسطة جعفر. معمر بن راشد تابع الأوزعي في المتن لا في الإسناد، ورواية معمر أخرجها عبد الرزاق عن معمر، ولكن مسح على خفين دون أن يذكر المسح على العمامة. والحق أن أخرجها ابن مندة في كتاب الطهارة عن معمر بإثبات أنه مسح على العمامة ومسح على الخفين، الحق أنه ثابت أن الإنسان مسح على العمامة. وأما قول أبي حاتم بأنه قال أن الصحيح في الرواية هو إثبات الواسطة جعفر بن عمرو، فإن رواية أبي سلمة عن عمرو مقبولة وممكنة، لأن عمرو بن أمية الضمري مات بالمدينة وكان بها بالمدينة أيضا أبو سلمة، فأبو سلمة مدني هو ليس مدلسا، ولما يروي الحديث عن عمرو إذا سمعه منه، وقد سمع أبو سلمة من كثير ممن ماتوا قبل عمرو، وعمرو تأخر موته، فإذا يصح أن نقول لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف شيخان في الحديث في الإسناد جعفر، وأيضا شيخه الآخر أبوه
وقد ورد عن أبي سلمة أنه أرسل إلى جعفر بن عمرو بن أمية قال اسأل أبيك، سأل أباك عن هذا الحديث، فرجع عليه فأخبره. فهذه دلالة أنه قد يكون قد التقاه وسمع منه، وفيها إثبات كما قلنا المسح على العمامة، وهذا قد تمسك به بعض العلماء، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في المسح على العمامة، بل مسح على الناصية ثم مسح على العمامة، مسح على الناصية ثم مسح على العمامة، أتم المسح على العمامة. وقالوا بأنه لا يصح المسح على العمامة إلا بالمسح على الناصية. والخطابي غالى في ذلك وقال فرض الله مسح الرأس، فرض الله مسح الرأس، والحديث فيه إثبات مسح العمامة، ومسح العمامة فيه تأويلات تدخله، لا سيما أنه مسح على الناصية أولا، عند من يقول بأنه يجوز ويجزئ المسح على جزء من الرأس، في قول يمسح برؤوسكم قالوا البأل التبعيد. فإذا قالوا مسح الرأس هو محكم ومسح العمامة محتمل، والمحتمل لا يقوم لا يجابه المحكم. هذا كلام فيه نظر. وهذا كلام فيه نظر، والصحيح الراجح أن سلم مسح على العمامة، ورد حديث المغيرة وفي غيره أنه مسح على، وفي حديث غيره مسح على العمامة، وإن كان قد ورد أنه مسح على الناصية ليس شرطا أن يمسح الناصية حتى يمسح على العمامة، لكن العلماء الذين قالوا بجواز المسح على العمامة قالوا لابد أن تكون محكمة، لأن العلة في المسح على العمامة، العلة في المسح على العمامة هي المشقة، العلة في المسح على العمامة هي المشقة. لذلك قالوا عمامة العرب كانت معروفة بالذؤابة، فهي محكمة على الرأس وفيها ذؤابة تتذلى، وأيضا قالوا إما لها ذؤابة وإما أن تكون محنكة، لأنه يشق نزعها، يشق نزعها، فإن كانت محنكة ويشق نزعها قالوا إذن يصح المسح كالخف، الحاقم بالخف، فقالوا هنا تكون محنكة فيشق نزعها، وأيضا تكون لها ذؤابة أيضا محكمة في الرأس فيشق نزعها، فكان كما قلنا بالتأصيل الشرعي العام كلما ضاق الأمر اتسع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، بس بسرعة، ما لم يكن إثما، والمشقة تجلب التيسير. وبعض الحنابلة يرى بأن العلة في ذلك هي عدم التشبه بأهل الكتاب، قالوا لأن عمائم أهل الكتاب ليست لها ذؤابة، فمن لبس العمامة بدون ذؤابة لا يمسح عليها، لأن فيه تشبه بأهل الكتاب، وهذه معصية، والرخص لا تناط بالمعاصي، والرخص لا تناط بالمعاصي. والصحيح الراجح أن مسألة الحكمة في المسح بالترخيص بالمسح على العمامة هو كما قلنا التيسير ونزع ورفع الحرج والمشقة على المكلف. نعم، فالصحيح أن نقول المسح على العمامة قول الحنابلة أرجح من قول الجمهور، لأن المسح على العمامة جائز، وأنه رخصة، وأنه من باب التيسير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولا يشترط المسح على الناصية على مقدم الناصية قبل أن يمسح العمامة، بل يمسح العمامة إن كانت محنكة أو كانت لها ذؤابة. طبعا القلنسوة اللي هي الطاقية غطاء الرأس اللي بيلبسه كثير من إخواننا الآن، هذا لا يصح المسح عليه بحال من الأحوال، هذا لا يصح المسح عليه لأنه لا يشق نزعه بل ينزع، ولا بد أن نرجع إلى الأصل في مسألة المسح، فهذه ليست رخصة في هذا الباب. يبقى لنا في الكلام عن مسح العمامة هو مسألة العمامة للمرأة، قالوا لو تعممت المرأة لعلة معينة لأحكام الخمار مثلا أو أحكام الجلباب فليس لها أن تمسح على العمامة، لا يجوز لها أن تمسح على العمامة. لما؟ لأن المسح على العمامة للرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، إذن هما سواء، فلما الافتراق؟ قلنا الافتراق بأن العمامة ليست من هيئة النساء، هي من هيئات الرجال، فلو تعممت، لو قلنا تعممت لعلة هذا نادر ونادر لا حكم له،
فليس لها المسح. طبعا من قال بذلك ان ليس لها المسح على العمى من باب اولى يقول ليس لها المسح على الخمار، وهذا قول جمهور اهل العلم، قالوا ليس للمراه المسح على الخمار. انا اقول بقولهم هذا لان المراه ليس لها، لا تخرج الا نادرا، الاصل في المراه ان تقر في بيتها، ليست خراجه دخله ولا ولاجه خراجه، لا، فاذا لن تحتاج الى ذلك. لكن لو قلنا انها خرجت واستعصى الامر عليها فلا تكشف عن شعرها فتمسح على الخمار، هنا الترخيص جاء، وكلام شيخ الاسلام تيمية في كلام شيخ الاسلام تيمية في هذا قد يكون مندوحة على الجواز على المسح على الخمار للمراه. والحق ان نقول ان من لو نظر فقيه وقال الان حاجات النساء كثيره وخروج النساء كثير وعمل النساء ايضا لعدم وجود الكفيل الذي يكفلهن، يعني وجد وهي تخشى ان تظهر شعرها فتمسح على الخمار، قلنا يعني الحق، يعني قد نقول بان هذه لابد ان ننزلها منزله العمامه، واصول الشرع يوافق على ذلك من باب ان المشقه تجلب التيسير وان التيسير هو اصل هذا الشرع. اما الجزء الثاني، اما الجزء الثاني من الحديث له مسح على الخفين، والمسح على الخفين له اداب كما سياتي ان شاء الله في الحديث حديث المغيره، بان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال المغيره فاهويت لانزع الخفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني ادخلتهما طاهرتين، اني ادخلتهما طاهرتين. الفوائد المستنبطه: مبنى هذه الشريعه الغراء على التيسير. طبعا من الفوائد كما قلنا قبل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. القرائن تقوي دلاله الاقتران، القرائن تقوي دلاله الاقتران، قال على عمامته وخفيه. لو في اسئله تفضلوا حتى ننتقل الى سنن ابي داود. نعم. جهاد يقول لما علق العلماء حكم المسح على العمامه على التعليل عليه السلام كانت تحدد هيئتها وهي رخصه، والحديث عام لم يحدد الهيئه، لان هذه عاده العرب. جهاد لازم تعلم ان لما نقول عمامه يبقى سنرجع بالعمامه الى عرف العمامه، الى عاده العرب، الى ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت العرب لا تتعمم الا بعمامه لها ذؤابه طويله، كانت العرب لا تتعمم الا بعمامه لها ذؤابه طويله او محنكه، فكان عرف الشرع هنا في هذا الباب فراجعوا اليها، لانه العمامه خلاص يبقى نقول القلنسوه عمامه. فالصحيح الراجح في ذلك لما جاءنا بلفظ الشرع كان عرف الشرع حاكم في هذا الباب. نعم. طيب سنن ابي داود، ننتقل لسنن ابي داود.